بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدأ اليوم بالمحاضرة الأولى من محاضرات علم الأجنة. قبل ما نبدأ بالتفاصيل هذه المحاضرة، لابد أن نجي إلى مقدمة. ما هو المقصود بعلم الأجنة اللي هو الإمبريولوجي؟ تعريف الإمبريولوجي اللي هو علم الأجنة is the study of the formation and development of an embryo and fetus. فإذا تعريف علم الأجنة يمثل دراسة تكوين وتطور الجنين. هنا عندنا مصطلحين embryo وفيتس. بالبداية عند حدوث الإخصاب وبدء الانقسامات إلى غاية الأسبوع الثامن نسميه embryo جنين، يعني بالعربي هو embryo بس بالإنجليزي بالعربي جنين وبالإنجليزي يسمى embryo. بعد الأسبوع الثامن لحد الولادة، بعد ما تتكون الأعضاء المختلفة والأجزاء، يدعى فيتس. فهي باللغة العربية مترادفة الإمبريو والفيتس، لكن بداية النمو الجنيني نطلق عليه كلمة إمبريو، والمرحلة الأخيرة نطلق عليه كلمة فيتس. فإذا هو دراسة تكوين وتطور الجنين. هذا عبارة عن definition of embryology. نجي إلى مقدمة تاريخية حول موضوع علم الأجنة. Before widespread of the microscope، قبل الانتشار الواسع، كلمة widespread يعني واسع، للمجهر، and the advent of cellular biology، وقدوم ما يسمى بعلم الأحياء الخلوي أو البيولوجيا الخلوية cellular biology in the 19th century، في القرن التاسع عشر. فإذا قبل الانتشار الواسع للمجهر وقدوم ما يسمى بعلم البيولوجي الخلوي في القرن التاسع عشر، علم الأجنة كان يستند إلى دراسات وصفية ومقارنة. فإذا embryology was based on descriptive and comparative studies. إذا سابقا كان يستند علم الأجنة إلى دراسات descriptive وصفية وcomparative دراسات مقارنة. From the time، نجي إلى التاريخ الأقدم، from the time of the Greek philosopher Aristotle، منذ الوقت اللي كان بالفيلسوف اليوناني، Greek philosopher، الفيلسوف اليوناني أرسطو. سامعين بأرسطو هو أحد الفلاسفة اليونان. It was debated whether the embryo was preformed. إذا كان هناك فد نقاش أو جدال منذ تلك الفترة في زمن الفيلسوف أرسطو، كان هناك debated يعني نقاش أو جدل حول الموضوع. فإذا كان هناك نقاش حول الجنين، whether the embryo was a preformed miniature individual، يعني كان أكو نقاش فيما إذا كان الجنين هو بالأساس عبارة عن فرد مصغر مسبق التكوين، يعني كأنما الجنين شلون نشبهه، كأنما كائن حي كامل بس هو شنو صغير جدا أو صغير جدا مصغر منياتشر، أو إن الجانب الآخر or an undifferentiated form that gradually became specialized، أو إن الجنين هو عبارة عن شكل غير متمايز أو غير متخصص. كلمة differentiation تمايز أو تخصص، يعني غير متمايز، that gradually became specialized، بعدها يبدأ بالتطور بشكل تدريجي ويصبح بتخصص. فإذا كان هناك جدل حول نقطتين، إما جنين كانوا يعتقدون أنه عبارة عن كائن مصغر مسبق التكوين، أو أنه عبارة عن شكل غير متمايز وتدريجيا يبدأ يتمايز ويتخصص. اعتيادي هو الفرضية هاي الأولى أنه عبارة عن كائن مصغر هي غير صحيحة. نجي على الفرضية الثانية اللي هي الصحيحة، أنه البيضة تنقسم المخصبة وتبدي بالتتابع تتكون الأعضاء المختلفة. Supporter of the latter theory، هاي النظرية الأخيرة اللي هو عبارة عن أنه شكل غير متمايز، هناك من يسند أو يدعم هذه النظرية.
supporter of the latter theory اللي هي undifferentiated form included الناس اللي دعموا هذه النظرية هو أرسطو، وأيضا من الناس اللي دعموها the English physician الطبيب الإنجليزي ويليام هارفي، ما هذا مكتشف الدورة الدموية معروف سامعين سابقا بي ويليام هارفي، هو labeled the theory epigenesis، فإذا هو اللي أطلق أو لقب هذه النظرية باسم الإبيجينيسيس التخلق المتوالي، يعني الجنين يتخلق بشكل متتابع أو متوالي، يعني ما هو عبارة عن شيء مصغر كائن مصغر، لا بالتتابع تتكون الأجزاء المختلفة والأعضاء المختلفة. The German physician الطبيب الألماني كاسبر فريدريك وولف اسمه هذا، وأيضا هناك عالم بروسي أستوني، هاي بروسيا موجودة هاي المناطق اسمها بروشن أستونيان، بروشن يعني بروسيا وأستونيان من أستونيا، فإذا هذا العالم اللي هو كارل إرنست اللي هو عبارة عن عالم بروشن أستونيان ساينتست اللي اسمه كارل إرنست، وعندنا ريتر فون بير، ريتر فون بير ايضا ذولا من الناس اللي كانوا مؤيدين لهذه النظريه اللي ذكرناها قبل شويه. هو بروفد ابيجينيسيس اللي اثبت هاي النظريه التخلق المتوالي اللي ذكرناها انه جنين يتخلق بشكل متتابع، اللي اثبته هو بروفد ابيجينيسيس وير ذا فرنش ساينتست هم العلماء الفرنسيين بيير بيلون هذا اسمه، والثاني هو ماري فرانكواس زافير بيشات، هذولا العلماء الفرنسيين أثبتوا نظرية الأبيجينيسيس أو نظرية التخلق الذاتي. هذه فد مقدمة تاريخية حول الموضوع. نجي إلى تعريف أيضا تمر علينا، أول تعريف عندنا development هو التطور. كلمة تطور الحقيقة هي إلها معنى واسع، يعني مو بس فقط في حالة الجنين وإنما لا في أمور كثيرة. التطور development ما هو المقصود بالتطور is a process that creates growth، فإذا التطور هو العملية اللي تؤدي إلى إحداث النمو، creates growth إحداث النمو، progress تقدم، creates growth progress، positive change أو تغير إيجابي يصير، or the addition of physical, economic, environmental, social and demographic component. فالتطور هو قد يكون إحداث نمو متدرج أو إحداث تغيرات إيجابية أو إضافة مكونات، قد هذه المكونات تشمل مكونات طبيعية، مكونات اقتصادية، بيئية، اجتماعية، هذه economic يعني اقتصادي، environmental بيئي، social اجتماعي، وديموغرافيك ديموغرافية. على فإذا أي إضافة جديدة في هذه المجالات يعتبر أيضا تطور. كلمة الديموغرافي منين جاية؟ هي اسمها ديموغرافيا يسموها، فإذا الديموغرافيا هي عبارة عن الدراسة الإحصائية للسكان من حيث المواليد والوفيات والصحة والزواج، يعني أي دراسة تشمل هذه الجوانب دراسة إحصائية هي نسميها الديموغرافي، فإذا حتى نعرف ما هو المقصود بالديموغرافيك. نجي على المصطلح الآخر اللي قبل شوية ذكرناه هو كلمة فيتس جنين. العفو، فالجنين هو the unborn young of any vertebrate animal، فإذا مصطلح الجنين هو مصطلح عام، هو أي صغير غير مولود لأي حيوان فقري، vertebrate animal حيوانات الفقرية تعرفوها، تبدي من الأسماك، البرمائيات، الزواحف، الطيور، الثدييات، هذه هي vertebrate. فإذا الجنين غير المولود unborn هو لأي حيوان فقري هو يمثل لنا كلمة fetus، particularly of a mammal لا سيما الثدييات، mammal الثدييات، after it has attained the basic form and structure typical of its kind، فإذا الجنين هو
الصغير غير المولود لأي حيوان فقري لا سيما الثدييات بعد حصوله على الشكل الأساسي أو اكتسابه attained اكتسابه the basic form الشكل الأساسي and structure والتركيب اللي هو يمثل النموذج لنوع ذلك الحيوان typical of its kind. يعني أي كائن حي منين مو جنين، مثلا جنين خلينا نقول القرد من ينمو بعدين يكتسب الشكل شكل القرد إلى أن يصل المراحل النهائية من النمو ويولد. فإذا كلمة فيتس تعني جنين غير مولود أو صغير غير مولود لأي حيوان فقري لا سيما الثدييات. هناك بعض المصطلحات المهمة في مجال علم الأجنة، نجي إلى definitions تعاريف important to understand embryology. هذه التعاريف هي تكون مهمة لفهم علم الأجنة. أول تعريف هو gametogenesis تكوين الأمشاج أو الجميتات نسميها، اللي هي النطف اللي هي السبيرمز أو البيوض الأوسايتس أو الأوفا البيوض. فإذا عملية تكوين الأمشاج أو الجميتات مصطلح عام، فش نقصد بالجاميتو جينيسيس؟ It is a biological process. فإذا هي عبارة عن عملية حيوية أو بيولوجية whereby a haploid cell اللي هي N. فإذا هي عبارة عن عملية بيولوجية أو حيوية بواسطتها تتكون الخلية أحادية المجموعة الكروموسومية. أنتم ماخذين بالوراثة الهابلويد والديبلويد، احنا الخلايا الجسمية كلها ديبلويد سيلز تعتبر، لكن في الأعضاء التناسلية من تتكون النطف والبيوض راح عدد الكروموسومات يتحول من 2N الديبلويد إلى N اللي هو الهابلويد العدد الفردي. يعني بالإنسان أكو هناك 46 زوج من الكروموسومات بالخلايا الجسمية، بالنطف والبيوض لا 23 كروموسوم موجود، فهذا نسميه هابلويد. 46 هو ديبلويد. فإذا الديبلويد سيل هي العفو الهابلويد سيل هي الخلية أحادية المجموعة الكروموسومية نطلق عليها حرف N. فإذا تعريف الجاميتوجينيسيس هي العملية بواسطتها تتكون الخلية الأحادية المجموعة الكروموسومية. منين تتكون؟ من الخلية ثنائية المجموعة الكروموسومية، يعني هاي تنقسم الديبلويد سيل وتعطيني هابلويد. ثرو مايوسيس من خلال عملية الانقسام الاختزالي أو المنصف، أكيد ما أخذيها أنتو سابقا في موضوع الوراثة. فإذا كلمة مايوسيس هو الانقسام الاختزالي أو الانقسام المنصف. وبعد ذلك يصير differentiation، يعني يصير انقسام منصف أو اختزالي ثم تمايز للخلايا، يعني تتحول إلى مثلا الخلايا الأصلية تتحول إلى نطفة مثلا، أو الخلايا بالمبيض تتحول إلى بيوض وهكذا. Gametogenesis is in the male is known as spermatogenesis. فإذا عملية تكوين الأمشاج بالذكر تدعى بتكوين النطف spermatogenesis and produce spermatozoa، وتتكون من خلالها النطف أو الحيامن نسميها spermatozoa. Gametogenesis in the female بينما بالإناث is known as oogenesis تكوين البيوض and produce ova وتعطيني البيوض اللي هي ova البيوض. فعندنا الجاميتوجينيسيس تنقسم إلى عمليتين، بالذكور سبرماتوجينيسيس تكوين النطف وبالإناث oogenesis تكوين البيوض. نجي إلى سبرماتوجينيسيس تكوين النطف formation of spermatozoa. فعما ترجمتها spermatogenesis هي تكوين النطف formation of spermatogenesis. Spermatogenesis occur in the wall of seminiferous tubules تعرفون بالخصاء التستيز، هناك ما يسمى بالأنيبيبات المنوية seminiferous tubules الأنيبيبات المنوية. فعملية تكوين النطف إذن تحدث في الأنيبيبات المنوية with stem cells at the periphery of the tube. فالأنبوب المنوي المحيط ماله من الداخل يحتوي على خلايا جذعية stem cells خلايا جذعية موجودة في محيط periphery محيط الأنبوب هو التيوبيول. And the spermatozoa at the lumen of the tube. والنطف
تكون موجودة في تجويف الأنبوب هذا. فإذا نحن نبدأ من المحيط وتنقسم الخلايا إلى أن تصل للمركز بالوسط، تتحول إلى نطف وتكون موجودة في تجويف التيوبيولز أو التيوب هذا اللي ذكرناه. Immediately under the capsule of the tubule، مباشرة تحت محفظة التيوبيول، كلمة كابسول محفظة، التيوبيول الأنيبيب، عندنا خلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية ديبلويد هي نسميها، يعني 2N كروموسومز وغير متمايزة undifferentiated cells. فإذا تحت محفظة التيوبيول هناك خلايا ثنائية المجموعات الكروموسومية وغير متمايزة. These stem cells، هذه الخلايا اللي موجودة في القاعدة أو تحت المحفظة، الخلايا الجذعية، نسميها سبيرماتوغونيا، تدعى بالخلايا الجرثومية الذكرية، سبيرماتوغونيا، الجمع هي المفرد سينجلر سبيرماتوغونيوم، فهاي نسميها خلية جرثومية ذكرية. فإذا هاي الخلايا الجذعية نسميها الخلايا الجرثومية الذكرية. هذه الخلايا الجرثومية الذكرية راح تمر بانقسامات، go through mitosis، انقسامات اعتيادية. فإذا تمر بسلسلة من الانقسامات اللي نسميه الانقسام الاعتيادي mitosis، with one offspring، أحد الجيل الناتج أو النسل، كلمة offspring نسل أو الجيل الناتج أو الذرية، going on to differentiate، راح يصير بما يسمى بعملية التمايز أو يمر بمرحلة تمايز، وين يتحول ايش ينطيني into a sperm cell، ينطيني خلية نطفية، while the other gives rise to the next generation of sperm، بينما البقية الخلايا راح تنطيني الجيل القادم من النطف. فإذا راح تمر بمرحلة انقسامات، هسه اكو مخطط يوضح لنا هذه العملية، وتنطيني جيل جديد من السبيرمات. هذا هو المخطط مع السبيرماتوجينيسيس، تلاحظون. فعندنا في قاعدة التيوبيول هناك سبيرماتوغونيوم، السبيرماتوغونيوم 2N يعني ديبلويد، تمر بمرحلة مايتوسيس انقسام اعتيادي أو الخيط نسميه، راح تكون خلايا أخرى هم 2N، يعني لا زال العدد 2N نفسه. بعدين هذه تمر بانقسام اختزالي أول، مايوسيس نمبر 1. من تمر بالانقسام الاختزالي الأول راح يتحول من 2N إلى N، فراح تنطيني 1N. فشي يتكون بالنتيجة عندي؟ يتكون عندنا primary spermatocyte، خلية نطفية أولية primary. البرايمري تنقسم، هي تنطيني secondary spermatocyte. فإذا البرايمري عندنا أولية خلية نطفية أولية، وsecondary spermatocyte خلية نطفية ثانوية. هذه تمر بالمايوسيس نمبر 2، راح انقسام اختزالي آخر، راح تنطيني، شوفوا ناس عندنا تكونين اثنين، يعني هاي وحدة نطت خليتين خلينا نقول، بعدين هاي تعطيني أربعة، اللي هي نسميها السبيرماتيد، أرومات النطف، سبيرماتيد الجمع والمفرد سبيرماتيد أرومة النطف. هذه هي عبارة عن خلايا 1N أي هابلويد نمبر. السبيرماتيد راح يصير بتمايز differentiation، فش ينطيني؟ ينطيني النطفة أو السبير. فشوفوا السبير بشكلها بهذا الشكل اللي هي عبارة عن رأس ومنطقة السنج عليها النيك، وهذا الفلاجيلم أو التيل. هذه إذن عملية تكوين النطف اللي تحدث في داخل التيستس أو الخصة. During spermatogenesis، فإذا هاي اللي ذكرناها راح نعلق عليها، في أثناء عملية تكوين النطف 4 sperm result، تلاحظون إذا أربع نطف راح تتكون عندنا من خلية واحدة from each primary spermatocyte. إذا لو نرجع هنا، إذا هاي primary نطت secondary، secondary نطت spermatid، والspermatid نطت أربع spermat أو أربع نطف. فإذا راح يطلع عندنا أربع نطف جاية منين؟ from each primary spermatocyte، من كل خلية نطفية أولية، which divides into two haploid secondary spermatocytes مثل ما شرحناها. فالبرايمري تنقسم
تنطيني هابلويد سكندري سبرماتوسايتس خلايا نطفية ثانوية. These cells will go through a second meiotic division، راح يكون عندي انقسام اختزالي ثاني اللي هو نسميه second meiotic division اللي هو مكتوب نمبر 2 to produce 4 spermatids، فراح تعطيني 4 spermatidات، هذه 4 قدامنا اللي بالتأشير، وهذه تعطيني بعدين 4 نطف. فبهذه الطريقة إذن تحدث عملية تكوين النطف. نجي إلى العملية الثانية هي الأوجينيسيس، عملية تكوين البيوف. بالضبط نفس المبدأ من حيث التسميات، بس هنا بالإناث غير شكل التسميات، بس بالنتيجة هي هم عندنا هم انقسام اعتيادي وانقسام منصف أو اختزالي. الأوجينيسيس وين تحدث عملية تكوين النطف؟ أوجينيسيس occurs in the outermost layers of the ovaries، فتحدث إذن عملية تكوين البيوف في الطبقات الأبعد أو البعيدة، كلمة outermost الأبعد of the ovaries يعني قريبة أو أسفل الغلاف مال المبايض، في المناطق البعيدة خلينا نقول نسميها أو outermost. As with sperm production كما هو الحال في تكوين النطف، oogenesis starts with a germ cell، بالضبط يعني أشبه بعملية تكوين النطف، هم عندنا خلية جرثومية، فإذا تبدأ عملية تكوين البيوض بخلية جرثومية called an oogonium، نسميها هناك سميناها بالخلية الجرثومية الذكرية، هنا الخلية الجرثومية الأنثوية نسميها، يعني هناك سبيرماتوغونيوم بالذكر بينما بالإناث نسميها أوغونيوم. But this cell undergoes mitosis to increase in number، فإذا هاي الأوغونيوم راح تمر بمراحل من الانقسامات حتى يزداد العدد مالها، increase in number eventually resulting، وبالأخير يعني eventually أو في المراحل النهائية أو وفي النهاية resulting in up to 1 to 2 million cells in the embryo، فبالنتيجة مو تظل تنقسم هي بعملية الميتوسيس، راح تنطيني من 1 إلى 2 مليون سيلز خلية، يعني شوفوا ايش قد العدد يكون كبير نتيجة الانقسامات. هذه وين موجودة؟ في الجنين، يعني الانقسامات تحدث في المبيض عندما يكون داخل الجنين. هذا المخطط يشبه المخطط القبل مع السبيرماتوجينيسيس، هم نفس الشيء، عندنا أوغونيوم هاي اللي ذكرناها 2N تمر بمرحلة مايتوسيس انقسام عادي تنطيني 2N primary oocyte، هذه البرايمري اوسايت تكون في مرحلة الطور الأولي بروفيز أو الطور الابتدائي، هاي أنتم ماخذين أنواع الانقسامات البروفيز الميتافيز الأنافيز، فإذا تكون في مرحلة الطور الأولي رقم 1. هذه العمليات كلها before birth يعني قبل ما يولد الجنين، هذه تحدث بالجنين بالمبيض إذا كان هو أنثى، تحدث هاي الانقسامات في مبيض الأنثى. بعد after puberty بعد ما يولد الجنين ويوصل إلى مرحلة البلوغ الجنسي، بعد البلوغ after puberty يعني بعد البلوغ الجنسي، راح تستمر عملية الانقسام الاختزالي meiosis continues تستمر. إيش راح تنطيني البرايمري؟ تنطيني سكندري أوسايت تمر بمرحلة أو الطور الاصطفاف ميتافيس 2، ويتكون عندي بولر بادي الجسم القطبي بولر بادي أيضا 1N. بعد ما يصير إباضة أوفيوليشن إباضة، راح يجي السبيرم يدخل وين؟ إلى البيضة. بعد ما تخرج البيضة من المبيض بعد ما تكتمل النمو وتخرج تطرح بعملية الإباضة ovulation، يدخل السبيرم إلى البيضة أو النطفة تدخل إلى البيضة، هذا الشكل تلاحظون هذا هو النطفة تدخل إلى خلية البيضة أو إلى البيضة. بعدين أيضا عملية الميوسيس وصار fertilization عندنا إخصاب هنا، يعني من دخلة النطفة إلى البيضة صار fertilization إخصاب، فتتكون عندي بيضة مخصبة ويتكون عندي أيضا بولر بادي جسم قطبي، فالبيضة المخصبة صارت 2N. ليش؟ لأن النطفة 1N والبيضة 1N، أن الكروموسومات راح يرجع عددها 2N diploid number،
فنجي إلى التعليق اللي هنا على الجانب. The process of oogenesis occurs in the ovary's outermost layer. فإذا عملية تكوين النطف مثل ما ذكرنا تحدث في الطبقات البعيدة من المبيض. Primary oocyte begins the first meiotic division. فإذا خلية البيضة الأولية primary oocyte تبدأ بالانقسام الاختزالي الأول. But then arrest بعدها تتوقف لحين شوكت إلى أن تستمر الانقسامات. But then arrest إذا تتوقف until later in life اللي هي مرحلة البلوغ الجنسي في المراحل المتأخرة من الحياة later in life when it will finish this division بعد ما تكمل هذا الانقسام in a developing follicle في حالة الجريب النامي بالمبيض اكو جريبات نامية. This results in a secondary oocyte راح يتكون عندنا اذا primary oocyte تنطيني secondary oocyte خلية البيضة الثانوية. Will complete meiosis وهي هي راح تكمل الميوسيس if it is fertilized يعني البيضة من تتخصب بالنطفة تكتمل عملية الميوسيس وتحدث عملية الإخصاب. عرفنا هسه السبرماتوجينيسيس والأوجينيسيس. نجي إلى تركيب النطفة structure of sperm تركيب النطفة. هنا أكو حرف إي ناقص ممسوح ورا كلمة R structure of sperm تركيب النطفة. مما تتكون النطفة each spermatozoon هنا كلمة الجمع سبرماتوزوا نطف المفرد سبرماتوزون. Each spermatozoon has three distinct regions. فإذا كل نطفة بها ثلاث مناطق متميزة أو تحتوي أو تتألف من ثلاث مناطق متميزة distinct. أول منطقة الهيد اللي هي الرأس the head. المنطقة الثانية القطعة الوسطية the middle piece. والجزء الأخير هو التيل الذيل مثل ما لاحظناه قبل شوية. خلينا نرجع حتى تتذكروا أكو شكل سلجي عليه بعدين. هذه تلاحظون هذا الهيد هذه الميدل بيس وهذا هو التيل. هذه إذن التركيب العام للنطفة الناضجة أو الكاملة. Any humans بالإنسان the head is a flattened ellipse بالإنسان هنا أنا كمثال نأخذه فالنطفة رأس النطفة هو عبارة عن تركيب إهليليجي مسطح flattened مسطح ellipse إهليليجي يعني يشبه البيضوي بس أقرب للبيضوي فيسموه ellipse. ellipse يعني إهليليجي. إيش يحتوي الرأس رأس النطفة ماذا تحتوي أو ماذا يحتوي containing a nucleus فإذا النواة هناك موجودة في منطقة الرأس. With densely packed chromosomes مع وجود كروموسومات مرصوصة بشكل كثيف. فالكروموسومات إذن في النواة تكون مرصوصة packed أو مضغوطة densely بشكل كثيف. At the tip of the head عند قمة أو طرف الرأس طرف رأس النطفة يوجد تركيب يسمى بقلنسوة الجسيم الطرفي. قلنسوة الجسم الطرفي أو الجسيم الطرفي acrosomal cap. فإذا في طرف رأس النطفة هناك تركيب يعني شلون الشفقة خلينا نسميها أو تسمى cap قلنسوة قلنسوة الجسيم الطرفي acrosomal cap. هذه شنو عبارة عن هو الأكروسومال كاب هو عبارة عن membranous compartment عبارة عن حجيرة غشائية حجيرة أو ردها كلمة compartment غشائية containing enzymes هنا حرف الان ناقص بالكون C-O-N containing enzymes تحتوي على انزيمات. هذه الانزيمات essential to fertilization يعني إذن في قلنسوة الأكروسومال كاب هذه هناك انزيمات ضرورية أو أساسية لعملية الإخصاب يعني حتى النطفة تخترق البيضة هذه الانزيمات تسهل عملية الاختراق. بعد هذه الكروسومال كاب تجي عندنا الشورت نيك عبارة عن منطقة عنق قصير كلمة نيك يعني عنق attaches the head to the middle piece فهذا العنق
يوصل القطعة الوسطية بالرأس، يعني حلقة الوصل ما بين الرأس والقطعة الوسطية هو العنق النيك. الشيء يحتوي على العنق ماذا يحتوي؟ The neck contains both centrioles، يحتوي على تراكيب تسمى المريكزات. centrioles تعرفون كلمة سنتروسوم الجسيم المركزي يحتوي على centrioles، فإذا العنق يحتوي على centrioles both اثنين يعني of the original spermatid للأرومة النطف الأصلية. The microtubules of the distal centriole are continuous with those of the middle piece. فعندنا السنتريولات هذه المركزات تحتوي على أنيبيبات دقيقة. microtubules أنيبيبات دقيقة. هذه وين موجودة؟ بالسنتريول الموجود في المكان البعيد أو القاصي أو البعيد distal centriole. are continuous هذه المايكروتيوبيول تكون متصلة with those of the middle piece، متصلة مع نظيراتها في القطعة الوسطية والذيل and tail. أيضا عندنا ميتوكوندريا اللي هي متقدرات ميتوكوندريا in the middle piece are arranged in a spiral. عندنا إذا متقدرات في القطعة الوسطية تكون مرتبة بشكل تركيب حلزوني، يعني ترتيبها حلزونية في الميدل بيس ان اسبايرال، كلمة سبايرال يعني حلزوني. around the microtubules احنا مو قلنا اكو microtubules هاي الانيبيبات، فحولها تلتف هذه الميتوكوندريا. mitochondrial activity provides the ATP required to move the tail. تعرفون النطف تتحرك بواسطة الذيل، فاذا عندما تتحرك تحتاج الى طاقة. الطاقة منين مصدرها؟ من الـ ATP اللي هو الأدينوسين ترايفوسفيت. فإذا فعالية الميتوكوندريا راح توفر لي الـ ATP، والـ ATP هو مصدر الطاقة اللازمة لحركة الذيل. نجي إلى الذيل. The tail is the only flagellum in the human body. التيل يعتبر هو الصوت الوحيد الموجود في جسم الإنسان، يعني ما عندنا بعد غير خلايا بها صوت، فقط في النطفة. فلاجيلم moves a cell from one place to another. فإذا الفلاجيلم هذا بسبب حركته الدورانية، يتحرك حركة دورانية، راح يحرك الخلية النطفية أو النطفة هي يحركها من مكان إلى مكان آخر. هذا النوع من الحركة نسميه كورك سكرو موشن. كلمة كورك سكرو، كورك تعني فلين، كلمة كورك فلين، سكرو يعني شون شايفين مثل فتح حلزون يفتحون به الفلين، مثلا فلين إذا في زجاجة محصورة هاي الفلينة نجيب فالتركيب حلزوني يسموه نازعة السداد الفليني. فكلمة كورك سكرو هي نازعة السداد الفليني، فالحركة مال الذيل تشبه حركة نازعة السداد الفليني. تلاحظون هذا عملية في عملية تكوين النطف، هنا أنا الرسم هذا نعلق عليه. هذه عندنا السبيرماتيد أرومات النطف، تلاحظون شكلها بهذا الشكل، بها ميتوكوندريا، بها نيوكليوس، وبها جولجي أباراتس. وعندنا هذه تسمى الأكروسومال فيزيكل، حويصلة الجسيم الطرفي، أكروسومال فيزيكل. هذه السبيرماتيد في ويك 1 الأسبوع الأول، بعدين يبدي يتغير، يصير بها ديفرنشيشن تمايز، يصير شكلها بهذا الشكل ويبدأ يتكون الصوت هذا الفلاجيلم. المرحلة اللي بعدها هذا تصير بهذا الشكل. فشوف هاي عملية، هو هاي نسميها عملية الديفرنشيشن، يعني عندنا هذه خلية اللي أمامنا سبيرماتيد، نطتنا نطفة، شوف الشكل النطفة يختلف عن هذه. فهاي التغيرات اللي صارت ونطتنا النطفة هي نسميها الديفرنشيشن التمايز. فتلاحظون بدأ التغير هنا، بعدين هذه تتساقط قطع من السيتوبلازم، شيد سيتوبلازم يعني سيتوبلازم متساقط، ثم تتكون هاي النواة. عندنا واضحة هي نفسها هنا موجودة النواة، وهذا الأكروسومال كاب هاي القلنسوة اللي بها الأنزيمات اللي تساعد في عملية الإخصاب. وبعدين تتكون عندنا سبيرماتوزون النطفة في الأسبوع الخامس. فتلاحظون النطفة هذه النواة مال النطفة
هذا الأكروسومال كاب هذا موجود هنا، هذول السنتريولز اللي ذكرناهم المركزات، هذه النقاط الزرقاء هي الميتوكوندريا تكون حلزونية بس هنا ماخذين كأنما مقطع، وهذا الفايبروس شيث أو فلاجيلوم الغلاف أو الغمد الليفي للصوت. فهذه مناطق النطف، أول منطقة الهيد، هذا الهيد تلاحظوا، المنطقة الثانية هي النيك اللي هذه النيك هنا، المنطقة اللي بعدها الميدل بيس، هذه الميدل بيس هذه، وهذا هو التيل يمثل لنا. فهذا تركيب النطفة بعد ما تكتمل نموها وتمايزها. فهذا المخطط اللي أمامنا هو عبارة عن ما يسمى بالسبيرميوجينيسيس اند سبيرماتوزون ستراكشر. كلمة سبيرميوجينيسيس هي تكوين الخلية النطفية الأولى، تكوين الخلية النطفية الأولى وتركيب النطفة. فإذا هاي هي المراحل، هذه هي نسميها سبيرميوجينيسيس، إيه هذه، وهذه عندنا تركيب السبيرماتوزون. انتهينا من هذه، نجي إلى البيضة الإيج، إيجز أوف كرانيتس. عندنا هنا كلمة الكرانيتس هي الحيوانات ذات الجمجمة أو اللي بيها قحف، نسميها كرانيتس من كلمة كرانيوم القحف. فبيوض الحيوانات القحفية أو ذات الجمجمة vary in the amount of yolk، هنا كمية الملح تختلف في هذه الحيوانات. فالبيوض التابعة للحيوانات ذات الجمجمة أو القحف تتغاير في كمية الملح، يعني قسم موجود بها ملح قليل ملح أكثر، فكلمة يوك تعني الملح. فإذا تختلف كمية الملح باختلاف هذه البيوض. of the yolk they contain اللي تحتوي and the distribution of the yolk، وكذلك تختلف في توزيع الملح. فإذا عندنا صار شيئين، كمية الملح مختلفة وتوزيع الملح أيضا مختلف within the egg ضمن البيضة. فإذا تقسم البيوض حسب كمية الملح وتوزيع الملح إلى ما يأتي، they are as follow. تلاحظون عندنا هذا مخطط. هسه نجي تصنيف البيوض حسب كمية الملح، amount of yolk. إذا الملح قليل little يعني قليل، فنوع الملح نسميه micro lecithal، يعني ترمينولوجي هنا المصطلح، وهنا مثال على الحيوان اللي يتمايز به. فإذا الكلمة إذا كان الملح قليل نطلق عليه micro lecithal يعني قليلة الملح، micro lecithal. من الأمثلة الأمفيوكسس حيوان الرميح يسموه أو السهيم، هذا اللي يكون كمية الملح قليلة. وعندنا هنا الثدييات مامز، هاي مايكرو لسيثل. زين، النوع الثاني مودريت معتدل، كمية الملح معتدلة يعني نسميه ميزو لسيثل يعني متوسطة الملح، ميزو لسيثل أو كمية الملح تكون متوسطة أو معتدلة. من أمثلتها العديد من الأسماك، هذه النوع موجود، والأنفيبيا البرمائيات اللي هي تعرفوها الضفادع. النوع الأخير كمية الملح تكون كبيرة large، فتسمى macro lecithal كبيرة أو كثيرة الملح macro lecithal. من أمثلتها الشاركس، الشاركس هي عبارة عن أسماك القروش أو القرش، تعرفون يسموها القروش sharks، هاي حيوانات موجودة بحرية. وحيوانات أخرى تسمى المونوتريمز، مونوتريمز. المونوتريمز هذه الحيوانات تسمى من أمثلتها يعني هي تسمى أحادية المسالك، مونوتريمز. كلمة مونوتريمز يعني أحادية المسلك. إيش نقصد بأحادية المسلك؟ هي عبارة عن حيوانات ثدية بيوضة تملك مسلك واحد للإبراز والتناسل، يعني عندها مخرج واحد يمر من عنده فضلات الإبراز ومكونات التناسل. من أمثلتها منقار البط، منقار البط بلاتيباس هو يعود إلى هذه المجموعة، يعني حيوانات ثدية بس تبيض. هسه نجي عليها بعدين. هذه إذا حسب كمية الملح. نجي توزيع الملح شلون يتوزع بالبيوض، distribution of yolk. فقلنا كمية الملح شرحناها ثلاث أنواع، نجي على توزيع الملح. توزيع الملح إما يكون even متجانس يعني متساوي في كل البيضة
even، فيسموه isolethal، متساوية المح أو متجانسة المح. من أمثلتها الثيريان مامولز، تسمى بالوحشيات أو الحيوانات الوحشية أو الثدييات الوحشية، ثيريان مامولز. يعني هاي بشكل عام تشمل الحيوانات. الثيريان مسلز هذه أكو نوعين منها، تشمل الحيوانات الوحشية الحقيقية ليوثيريان، هاي معلومات عامة. من أمثلتها الثدييات المشيمية، يعني اللي موجود بها المشيمة اللي متصلة بالجنين. والنوع الآخر هو الميتاثيريانز، وتشمل الكيسيات مثل الكنغر. تعرفون الكنغر عنده كيس بالبطن، هذا الجنين راح يكون موجود به وينمو ويكتمل. وملاحظين يكون بالأفلام إنه الصغار الكناغر تكون موجودة في داخل هذا الكيس. نجي على التركيز المح، concentrated at one pole، يتركز المح في قطب واحد من البيضة، هاي تسمى بتيلوليثال، يعني طرفية المح، طرفية المح، لأنه المح يتركز في أحد الأقطاب. من أمثلتها الأنفيوكسس هذا اللي ذكرناه، الرميح، وموست نانثيريان كرينيس، والعديد من الحيوانات النانثيريان، يعني اللي ما تابعة للحيوانات الوحشية ذات القحف، تسمى بالثيريان نانثيريان كرينيس. نجي إلى أنواع البيوض. هنا الحيوانات تقسم حسب أنواع البيوض. أكو عندنا أوفيباريتي اللي هي نسميها البيوضة أوفيباريتي، وعندنا فيفيباريتي أو فايفيباريتي، هذه الولودة. تعرفون الثدييات أكو ولودة وأكو بيوضة، فإذا هنا حسب أنواع البيوض types of eggs. الأوفيبارس هذه البيوضة animals that spawn، وهي عبارة عن الحيوانات التي تضع بيوضها. كلمة spawn يعني تبيض، أو lay their eggs، تضع بيوضها. فإذا هذه نسميها حيوانات بيوضة، يعني تضع البيض، وتسمى بالحيوانات البيوضة oviparous animals. Eggs of oviparous species contain sufficient nourishment in the form of yolk. فمدام هي بيوضة، يعني الجنين ما يعتمد على الأم، لا، داخل البيضة أكو ما يحتاجه من الغذاء. فإذا بيوض هذه الحيوانات أو الأنواع البيوضة تحتوي على كمية كافية من الغذاء، sufficient nourishment، تحتوي على تغذية كافية، nourishment تغذية، in the form of yolk، بشكل مح، and sometimes albumin، وتحتوي زلال أيضا، albumin، to support development، اللي تساعد في أو تسند تطورها into a free living organism، وتصبح بشكل كائنات حرة الحركة، that is able to take food orally، وتبدأ بتناول غذائها عن طريق الفم. فمعناته الجنين راح يعتمد على ما مخزون بالبيضة من مواد غذائية، بينما الحيوانات الولودة لا، الكائن الحي أو الجنين يعتمد على أمه بالتغذية من خلال المشيمة، تسمى بالفيفيباراس أو فايفيباراس. animals that give birth to offspring، وهي الحيوانات التي تلد صغارها أو النسل، are said to be viviparous. فأي حيوان يعطي جنين أو مولود صغير أو نسل من المولود الصغير هذا تسمى بالفيفيباراس الولودة. أكو عندنا نوع من الحيوانات هذا اسمه أوفو فيفيباراس، يعني بيوضة ولودة، أوفو بيوضة، فيفيباراس ولودة. هذه الحيوانات شنو هي؟ هي عبارة عن is a viviparous condition، هذه عندنا فتحالة، هي حالة الحيوانات الولودة، on which offspring are not dependent on the parent for nourishment throughout pregnancy. يعني هنا هذا النوع من الحيوانات البيوض تفقس داخل بطن الأم، بس شنو؟ ما تعتمد على الأم، تطرح الحيوانات الصغيرة للخارج، يعني يتفقس البيوض داخل الحيوان داخل بطن الأم وتطرح كحيوانات صغيرة، وبالتالي بالخارج تبدي تتناول غذائها. من أمثلتها القروش، الأفاعي، الأسماك، الحشرات، هذه هي أوفو فيفيباراس. وعندنا مصطلح يو فيفيباريتي، هذه الولودة الحقيقية هي عبارة عن شنو؟
is a viviparous condition, عبارة عن حالة الحيوانات الولودة in which the offspring are dependent on the parent. هنا يعتمد الصغير أو النسل المتكون على الأم for nourishment throughout pregnancy، يعني هي داخل الجسم جسم الأم ويعتمد الجنين على تغذيته داخل الجسم، بينما هنا لا بس تولد وتخرج إلى الخارج فتسمى ovoviviparous. هذه إذن أنواع البيوض. نجي إلى آخر موضوع من المحاضرة هو الفيرتيلايزيشن الإخصاب. Fertilization is the fusion of a secondary oocyte and spermatozoon. هو عبارة الإخصاب عبارة عن اتحاد خلية البيضة الثانوية مع النطفة spermatozoon to form a zygote لتكوين البيضة المخصبة أو تسمى اللاقحة. الشي يشمل الإخصاب fertilization involves the fusion. إذن الإخصاب يشمل التحام أو اتحاد two haploid gametes. جميتين أحادي المجموعة الكروموسومية اللي هم نعرفهم البيضة والنطفة. Each containing 23 كروموسوم، فكل إذن وحدة جميت أو نطفة أو بيضة تحتوي على 23 كروموسوم، هاي في حالة الإنسان. وبالتالي الزايكوت راح يكون 2N يعني diploid producing a zygote that contains 46 كروموسومز، راح يعطيني ترجع العدد كامل. فال 23N 46 هي 2N اللي هو the normal complement in a somatic cell. هذا هو يمثل المكمل الطبيعي أو النموذج الطبيعي للخلايا الجسمية. هذا الرسم يوضح لنا عملية الإخصاب. هنا هذا الشكل الأول ovulation releases a secondary oocyte، فمن يصير إباضة إذن راح تتحرر خلية البيضة and the first polar body ويتحرر هذا الجسم القطبي الأول، فتكونت عندي خلية البيضة هذه وهذا الجسم القطبي الأول. Both are surrounded by the corona radiata. هذه كلها تكون محاطة بطبقة تسمى بالتاج المتشع corona radiata. تعرفون اكو سيارات كورونا وهذا الفيروس اسمه كورونا، فهو يسمى بالتاج المتشع هذا. وتحاط الخلية البيضة بطبقة شفافة تسمى النطاق الشفاف zona pilosida. The oocyte is suspended in metaphase of meiosis 2. فهنا اذا تلاحظون الكروموسومات مصطفة بالوسط في خلية البيضة وتكون في مرحلة الميتافيس الاصطفاف للمايوسيس اللي هو السكند مايوتيك ديفيشن الثنائي الانقسام الثاني. نجي هنا سيصير الإخصاب fertilization and oocyte activation وتنشيط خلية البيضة. Acrosomal enzymes from multiple sperm create gaps in the corona radiata. تلاحظون هاي النطف راح تريد تخترق خلية البيضة فتمر عن طريق الكورونا رادياتا التاج المتشع، فمن تمر تسوي فجوات gaps بالكورونا رادياتا. A single sperm then makes contact with oocyte membrane. بعدين نطفة واحدة فقط هي التي ترتبط بالغشاء، هذه النطفة تلاحظوها داخلة إلى خلية البيضة هاي الوحيدة، بينما البقية ما يدخلون لأنه فقط نطفة واحدة. فهذه عملية الدخول والالتحام triggering oocyte activation. من تدخل النطفة راح تنشط خلية البيضة and completion of meiosis 2 ويستكمل الانقسام الاختزالي الثاني forming a second polar body. راح يتكون عندنا جسم قطبي ثاني، هنا جسم قطبي أول تكون، هنا جسم قطبي ثاني. الخطوة اللي بعدها راح تتكون مرحلة البرونيوكليوس النواة الأولية أو البدائية. هسه هنا من هذه النطفة دخلت، هذه عبارة عن النواة الذكرية وهذه الأنثوية. فإذا the sperm is absorbed into the cytoplasm، راح يدخل للسيتوبلازم مال البيضة and the female pronucleus develops، وتتكون عندنا خلية النواة الأولية الأنثوية وعندنا النواة الأولية الذكرية. بعد ذلك راح تبدأ الكروموسومات وتبدأ عملية الانقسام. هنا the first cleave هنا cytokinesis begins، يعني من تبدي تتكون البرونيوكليوس راح تبدي الانقسامات ويصير انقسام للخلية البيضة المخصبة. هنا كلمة cytokinesis يعني الانقسام، نقصد بانقسام البيضة المخصبة.
The first cleavage division أول انقسام تفلجي nears completion roughly 30 hours after fertilization. فإذا هذا الانقسام راح يكتمل تقريبا بعد 30 ساعة من الإخصاب. Further events are diagrammed in figure. هذا أكو شكل آخر ما موجود هنا. فالمهم راح تبدأ البيضة بالانقسام وإلى قسمين يعني يصير والاثنين يصيرون أربعة ويضاعفون. فكل قسم نسميه بلاستومير. أنفي ميكسز أوكيرز أند كليفج بيجن. فهنا راح يصير امتزاج للكروموسومات وبعدين يبدأ بالانقسام أو التفلج. هنا المرحلة تتكون سبيندل فورميشن، تكوين خيوط المغزل، ماخذيها بالوراثة، تتكون خيوط المغزل حتى يصير عملية الانفصال. أند كليفج بريباريشن، والتهيئة للانقسامات أو التفلج. فتلاحظون هو الحقيقة الخطوات منها تبتدي من هذا هاي رقم اثنين، هذه رقم ثلاثة من هنا بهالاتجاه. يعني إذا تشوفون الأسهم أنا شرحت لكم إياها، بس هو تبدي من هذا الاتجاه. هاي رقم واحد، هاي رقم اثنين، هاي الفيميل برونيوكليس وهذه الميل، بعدها يصطفون بالوسط ثم تنقسم الخلية. فإحنا شرحناها بالعكس، بس هو هذا الاتجاه مالها. هذه كل ما موجود في المحاضرة الأولى من محاضرات علم الأجنة.